الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أمر جميع عباده المؤمنين بالاعتصام بحبله المتين، ونهاهم عن التفرق والاقتسام المهين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بسببها غفران الذنوب وطهارة القلوب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن سار على منهجه وسن بسنته واتبع طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى.